سواء. ولقد ابتليت الامة الاسلامية من محيطها الهادي الى محيطها الاطلسي باربع جماعات. جماعة التزوير وجماعة التبرير وجماعة التشهير وجماعة التسليم. اما جماعة التزوير فهو جهاز الاعلام. جماعة التزوير هم القائمون على اجهزة الاعلام في كل بلد. الاعلام مدرسة صهيونية عالمية تبث سمومها ضد الاسلام. الاعلام جماعة التزوير. جماعة التزوير التي جعلت من الحق باطلا وجعلت من الباطل حقا وجعلت من النملة فيلة ومن الحبة قبة ومضغت الهواء وفصلت الرمال وجعلت من جمال عمر بن الخطاب ومن حسن الثنى مسيلمة الخفاف. الاعلام الذي يغير وجه النهار الى ليل. الاعلام وما ادراك ما الاعلام ثم ما ادراك ما الاقلام والافلام.